والآن مع كلمة يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني يا خادم الحرمين الشريفين وسمو عهده نائب رئيس مجلس الوزراء أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة أهل العلم أصحاب المعالي الوزراء، في هذا اليوم يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر شعبان عام 1400، يسرني أن أقف في عنيزة للتعبير عما ينبغي أن يكون عليه الحاكم والمحكوم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمدنا في هذه البلاد بنعمتين عظيمتين، إحداهما نعمة الإسلام، فإن هذه البلاد منها خرج الإسلام وإليها يعود، فيها الحرمان الكعبة المشرفة مبعث الوحي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الله بهما على عباده، حيث جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وامتن الله على هذه الدولة ولله الحمد بحمايتهما حسا ومعنا. ولا أدل على ذلك من أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله ارتضى لنفسه هذا اللقب الذي لا أعلم أن أحدا قبله تلقب به، ألا وهو خادم الحرمين الشريفين. وإن مقتضى هذا اللقب أن يكون خادما حاميا للحرمين الشريفين، حاميا لهما من كل وجه، حاميا لهما بحيث يستتب الأمن في ربوعهما وفيما حولهما من القرى، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. إن هذا اللقب يقتضي أن يكون الملك فهد حفظه الله حاميا للحرمين من كل وجه، وذلك بحلول الأمن في ربوعهما وفيما حولهما. أيها الإخوة، إن الأمن لا يمكن أن يستتب إلا بتحقيق الإيمان، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمهما حاولنا ومهما كان عندنا من القوة المادية، إذا لم تكن مبنية على الإيمان بالله عز وجل فإنها لا تجدي شيئا، لأن غيرنا أقوى منا من الناحية المادية، ولكن لا بد أن يكون هذا مبنيا على الإيمان بالله عز وجل، فهما اسمان متلازمان: أمن وإيمان. والإيمان لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يتم إلا بالعمل الصالح
الذي يقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن هذه النعمة الأولى نعمة الإسلام التي من الله بها علينا، والتي أقول من هنا من على هذا المنبر أقوله شاهدا به مشهدا الله عز وجل أنني لا أعلم أن بلدا في المعمورة كلها تنفذ من الإسلام ما تنفذه هذه الدولة، وهذا من نعمة الله علينا. ومن أجل ذلك كانت بلادنا كما نشاهد جميعا كانت مغزوة من كل جانب، من الناحية الخلقية، ومن الناحية الفكرية، ومن الناحية العقدية، ولكن في البلاد حماتها بحول الله عز وجل. إننا ولله الحمد نرفل بنعمة عظيمة إذا لم نقم بشكرها أيها الإخوة، فإنها يوشك أن تزول، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما بين الخلق وبين الله هو تقوى الله عز وجل. واستمعوا إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، إنه مهما كان الولي قائما بأمر الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون له من يساعده من شعبه، لا بد أن يكون الشعب مع الولي، مع ولي الأمر مساعدا معينا، لأن الإنسان بشر مهما كان لا يمكن أن يفي بكل شيء ولا يمكن أن يطلع على كل شيء، لكن الواجب علينا نحو ولاة أمورنا النصيحة لهم بقدر الإمكان، وهم ولله الحمد يقولون في كل مناسبة إن أبوابهم لم تولج أمام أحد، إنها مفتوحة لكل أحد، وهذا من نعمة الله علينا وعليهم أيضا. أيها الإخوة، إن الواجب على كل واحد منا أن يرى نفسه وكأنه هو الدولة من أجل أن يعمل بإخلاص. إن الإنسان إذا لم يكن في قلبه هذا الرأي أو هذا التفكير فإنه سوف يكون أنانيا يعمل لنفسه وحدها، وهذا أمر لا يرضاه أحد. إن الواجب علينا أيها الإخوة أن نكون ممثلين حقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن علينا أيها الإخوة أن لا يندس بين صفوفنا أحد يؤثر على عقيدتنا أو على أفكارنا أو على أخلاقنا. إن علينا أن نكون أمة واعية نرى ونحذر حتى يكون الجو صافيا خالصا، وأن نحرص غاية الحرص على تطبيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وها هو ولي أمرنا نسمعه دائما يحث على التمسك بالعقيدة الإسلامية، ومهما تمسك الإنسان بالعقيدة الإسلامية حقا فإنها سوف تحمله على العمل الصالح، سوف تحمله على الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وإذا حملته على هذه الأعمال الجليلة فإنها سوف تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الإخوة، إنني لا أراك اليوم جمعا يجمع بين أولياء الأمور وبين المحكومين، لذلك أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، وأن تكون مراقبة الله تعالى نصب أعيننا، وأن لا نعمل عملا إلا ونحن نتقرب إلى الله تعالى به، وإذا كنا مع الله كان الله معنا، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولاة أمورنا، وأن يصلح بطانتهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وترغبهم في كل ما فيه نفع البلاد وفيما فيه نفع العباد. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.